نشرة الأخبار، أهلا بكم إلى ملعب ابننا. فقد نجح فريق الأخضر من خطف فوز ثمين ومهم على الأهلي ببني غازي بعدما تفوق عليه بهدفين لهدف ضمن مباراة الأسبوع السادس يهبل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. تقدم الأهلي ببني غازي في الدقيقة الثالثة عن طريق النيجيري فيونغ، وعدل للأخضر عبد الرحمن العمامي في الدقيقة 33، وأضاف يونس الحجازي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 95. بهذا الفوز ارتقى فريق الأخضر إلى النقطة 40، بينما توقف رصيد الأهلي ببني غازي عند النقطة 44 في صدارة المجموعة الأولى. تمكن فريق الهلال من العودة بالنقاط الثلاث من فريق دارنس الذي تفوق عليه بهدفين لهدف ضمن مباراة الأسبوع السادس إيابا. بادر الهلال بالتسجيل في الدقيقة 47 بواسطة البدري، وأضاف الهدف الثاني أنس المصراتي في الدقيقة 48، وقلص الفارق لدارنس شاهين الجميل في الدقيقة 58. بهذا الفوز ارتقى الهلال إلى وصافة المجموعة الأولى برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد دارنس عند النقطة 16. تفوق خريج سرت على ضيفه الصداقة بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سرت في إطار الأسبوع السادس إيابا. جاء هدف المباراة الوحيد للخليج عن طريق محمد النجاز في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. بهذه النتيجة وصل خريج سرت إلى النقطة 22، بينما بقى الصداقة برصيده السابق ب 13 نقطة. إلى ملعب الخمس الذي حل فيه السوحلي ضيفا على الخمس ضمن مباراة الأسبوع السادس إيابا، وانتهى اللقاء بفوز السوحلي بهدفين لهدف. بادر السوحلي بالتسجيل في الدقيقة 13 بواسطة عبد الرحيم التركي، وعدل للخمس يعقوب عبد الله عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 37. ومع مطلع الشوط الثاني أضاف البرازيلي ماتيوس الهدف الثاني للسوحلي. بهذا الفوز رفع السوحلي رصيده للنقطة 22، بينما توقف رصيد الخمس عند النقطة 19. حقق فريق الشط فوزا ثمينا ومستحقا على مضيف رفيق عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب زوارة في إطار الأسبوع السادس من مباريات الدوري الليبي الممتاز لحساب المجموعة الثانية. افتتح ثلاثية الشط المدافع حسام عبد المجيد في الدقيقة 70، بينما أضاف محمد القاضي الهدف الثاني في الدقيقة 87، واختتم ضياء منصور ثلاثية الضيوف في الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. بهذا الفوز رفع الشط رصيده للنقطة 14 ليدافع على حظوظه في البقاء في مصاف الممتاز ليتساوى مع رفيق بنفس النقاط. الى خارج ارضيه الملعب لتعود الى خارج ارضيه الملعب. في هذه الاونه يعلن المشاهدين الكرام الحكم عبد الحكيم قشيره.